كثير من الناس يأتيك ويسألك، وهذه نصيحة يعني نقدمها على العموم في هذا المجلس وفي هذا الدرس، كنا نذكرها كثيرا في مسألة الخصوص في من ابتلي ببعض الأمراض التي هي راجعة بما يسمى إلى النفس من جنس الوسوسة، أو يظهر له أعراض أنها عنده مس أو أن عنده سحر. من أول العلاج أن تقطع الكلام عن المرض، لأنك كلما استسلمت واسترسلت في أعراض المرض كلما زاد تمسكك به، والنظر في هل أنت قد وصلت إلى مرحلة يعني اللي يسموها عند أعاذنا الله وإياكم عند مرض السرطان الرابعة، يعني المنتهية، هكذا في الوسوسة. فيظل يقرأ في مثل هذا الباب، وربما لا يترك كتابا إلا قرأ. بدل من أن تلتفت إلى النظر في المرض، التفت إلى العلاج. ولهذا عندما يأتينا أكثر من شخص أحيانا أسكته عمدا، وأحيانا قد أقهره على السكوت وقد آبى أن أسمع منه، يبدأ بذكر عرض عرضين ثلاثة، يكفي. أنت الآن ستذكر كتابا كاملا، وربما حفظت كتابا في هذا أنه يحصل كذا ويحصل كذا، ويأتي بأحواله في يقظته ونومه. لا، هذا غلط، خصوصا في مثل هذه الأمراض. الاسترسال في ذكرها هو نوع من المرض، ينبغي أن يتنبه المسلم لهذا. الاسترسال في ذكرها والتمادي في الحصول على أعراضها، فقط كونك تحس أنك في ضيق أو في ضنك أو أن عندك تغيرات أو اضطرابات في النفس، قال الله عز وجل ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فيلتفت المسلم إلى قضية العلاج، سواء كان عنده هذا المرض أو ليس عنده، ولا يسترسل في الأمور النفسية، لأنها تبدأ هكذا. الشيطان يتسلط على الإنسان في مسألة الوسوسة، ومن كثرة كلام الإنسان في مثل هذا الباب أو عرضه أو قراءته أو ما أشبه ذلك من النظر فيه وفي أعراضه، تربما لا يترك كتابا متقدما ولا متأخرا، بمجرد أنه أحس بتغير ربما يكون هذا السبب فيه المس أو السحر أو العين، فأقبل على العلاج. ما دمت أنت تحس نفسك أنك غير طبيعي فأقبل على العلاج.